الآيات ده يا جماعة آيات عظيمة وهي تتناول مشهدا من مشاهد يوم القيامة مشهد مؤلم جدا والله سبحانه وتعالى لما نورد لك المشهد ده وجابوا لك في الدنيا لما جابوا لك في الدنيا وذكروا لك في القرآن عشان انت تعتبر وعشان الناس تعرف خطورة التبعية العمياء التقليد الأعمى لأنه يا جماعة في ناس يوم القيامة بندم ندامة شديدة جدا وقل للأسف الشديد في الدنيا قايلين نفسهم على خير وأكثر الناس الليلة وزمان على ضلال قايلين نفسهم على خير الزلل على ضلال قال نفسه على خير شكا رب العزة والجلال قال في سورة الأعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال النفس مهتدي ورب العزة والجلال قال هل قل هل ننبئكم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ما قال قل هل ننبئكم بالخاسرين ولا قال بالذين خسروا أعمالهم قال بالأخسرين أخسر على وزن أفعل يعني دبلغ المنتهى في الخسران على وزن أفعل للتفضيل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم معناه عندهم سعي معناه ما الله اثبت لهم انه عندهم سعي لكن سعي ما نافع الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ورب العزة والجلال قال في سورة فاطر أفمن زين له سوء عمله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وقال الله تعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم وقال الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوله ما تولى قال ابن كثير نزين له طريقته ونحسنها استدراجا من الله تعالى فدي مسألة خطيرة والله نحن خايفين على العباد من عذاب الله سبحانه وتعالى خايفين على نفسنا الزول يا جماعة يكون على ضلال وقايل نفسه مهتدي يكون حاسب انه بعدين بخش الجنة بخش الجنة مطمئن أنا النار دي ولا بعيني ما بشوفها اصلا انا دربنا مارق والله ولك ترى هو أنا دربنا مارق، واحد ناقشته في مسألة هو عليه باطل، وأنا متأكد زي كلامي ده. أنه هو عليه باطل. وناقشته وما عنده دليل واحد. بعدين في بعد انتهى النقاش قلت له قلت له يا أخونا اسمع الله يهدينا ويهديك. الكلام ده شينا يا جماعة الله يهدينا ويهديك يعني ما قلت لا الله يهديك براك وانا مهتدي الله يهدينا ويهديك قال له يهديك براك انا على ما عندي اي مشكله يهديك براك قال انت في الصلاه بتفوت الايه يهدينا الصراط المستقيم قاعد تفوت انت انت ابتدى الله الهدايه ولذلك يا جماعه الزول من اخطر الاشياء انه يكون ضال وقال نفسه مهتدي الآيات دي اللي بدأت بها دي فيها مشهد خطير بعدين ناس بيقفوا قدام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وناس أتباع وناس كبار قادة في الدنيا بعدين بتدور الشكلة هنا في الدنيا ما بشاكله لكن هناك الشكلة بتدور لأنه في جهنم هناك الشغلة دي ردم صعب شديد إذا صح التعبير ردم شديد دمار مؤلم شديد بعدين بالشكل الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم وقفون هناك قدام يرجع بعضهم إلى بعض القول شوف الشكل هذا كيف يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا قال ابن كثير الذين استضعفوا الاتباع للذين استكبروا للقادة في الدنيا ده القائد وده السيد بتاعه وما بيعترض عليه ولك لا تعترض فتنطرد تنطرد انت عندك الجنة ما تطردني انت عندك جنون انت بتطرد زي ذاته وانت تدخلك من عشان تطرد ذاته وقل لا هو السائق بلا ولا وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي شنو المغسل يعني يقلبك ويغسلك وكوبلك وكب المويه في عيونك ونخرتك تلبت زاي بس تكون ما بتكون ميت ما بتتحرك برضه هنا بس تكون ساكت بس امشي يمين تمشي يمين تمشي امشي شمال تمشي شمال يا زول انت قال نفسك شنو شوف انا اديك فائده اي زول تمشي وراه خليك مفتح لانه في شوك وفي حفر بعدين وداك بدير بشوك تنط دري بحفر تنط الا الرسول عليه الصلاه والسلام شفت وراه امش مغمد زاي حصلوا شوك ما بوديك له وحفر ما بوديك له الباقين ده شت شفتها امرق النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه تان باقين ده شتى الطرق والجماعات والاحزاب دي كلها بلبله زي والله بتضيع في زمنك والله الذي لا اله غيره ونحن نصحناك وكرر لك النصح وخايفين عليك الله جل وعلا قال في القران شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الايه دي ذكر فيها خمسه من اولي العزم من الرسل دي اولي العزم خمسه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى قال لم البشر جت دي الأفضل خمسة فيهم أفهم الكلام كويس الله شرع عليهم شنو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دين ده واضح نظيف كذي بس في مصحف وفي كتب سنة في آيات وفي أحاديث الجبلة واحدة الرب واحد الكتاب واحد السنة واحدة الدرب واحد وأن هذا صراطي مستقيما تاني اللولة وشنو؟ ليه أي واحد تساوي له جماعة براو ده جماعة كذا وده حزب كذا وده طائفة كذا وأي واحدين شاقين دربون واحد يقول لك نحن ختمية الطريقة المحمدية طريقة الرسول ماله؟ أنتوا ليه مشيتوا ختمتوها بغادي ختمية؟ ونحن بجاي شازلية ليه طريقة الرسول مالا سويتوا شازلية ليه ونحن قادرية طريق النبي ماله صلى الله عليه وسلم سويتوا قادرية ليه ونحن بجاي تجانية ونحن بجاي سمانية ونحن طريقة عجلاتية هذول مالكم ما لكم على البلبلة زي دي أبقى مسلم مستقيم كتاب سنة بفهم الصحابة والله الذي لا إله غيره النازي يوم القيامة قال لك شكل مدورة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين والله كان مايت أنا كان مشينا عديل قال الذين استكبروا ديل القاده للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين انتم كان مجرمين ما كان تابعتونا نحن لانه نحن مجرمين والله فاغويناكم انا كنا غاوين نحن دقصنا وانتوا دقصتوا شغلة دي خلاص او وابليس ذاته بقول انا دقصت وانتوا دقصتوا ما قريت في القران في سوره ابراهيم وقال الشيطان لما قضي الامر دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا بمرقكم ولا بتمرقوني لا بجاسف معاكم ولا بتجازفوا معاي خلاص الشغلة دي بعدها نشيد حيلنا سوا كلنا والله الذي لا اله غيره عشان كذا قال لك وقال قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين يا أخي لو ما مجرمين ما كان تسلكوا طريق الكتاب والسنه تبارونا نحن يا أخي شوف شوف الصغار قالوا لو شنو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار شغالين فينا بالليل والنهار شغالين فينا شنو إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا عليك الله أمسك الاثنين دير إذ تأمروننا أن نكفر بالله ها في زول بيجيك باسم الإسلام يقول لك أكفر بالله ما في لكن يسوقك لدرب الكفر ويضللك وباسم الدين ذاته والله الذي لا اله غيره من الكفر يا جماعه لما الله سبحانه وتعالى يقول الشده كذا الشده كذا الشده كذا وانت تقول لا يا الله الشده ما كذا ده كفر ولا ما كفر؟ كفر لان الله اداك خبر وانت ما صدقته الله لما يقول لك سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات ما في السماء واحدة بس سماء الأولى ولا الثانية من في السماوات سبعة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الكلام ده واضح ولا ما واضح ولا دار لا شرح قل لا يعلم من في السماوات ملائكة وكذا والأرض إنس وجن وغيره الغيب إلا الله إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ده خبر من الله ولا ما خبر إنت لو صدقت الخبر ده إنه الغيب ما بيعلمه إلا الله إنت مؤمن لكن لما يجيك واحد يقول لك قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر الكلام ده موافق الآية ولا مخالفة واحد لما نجيك واحد تاني يقول لك أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي كلام ده مخالفة الآية ولا مخالفة ضده ولا ما ضدها لما يقول لك أنا فكفلان لو راحت غنمايتك منين هنا بشوفه بعرفه وين لو ذهبك راح بشوفه وين جوا جيبك شنو بشوفه وبعرفه جوا قلبك شنو انا بكشفه ده خالف الايه ولا ما خالف الايه ده خالف الايه يا اخي يا اخي رب العزه والجلال قال للرسول عليه الصلاه والسلام قال له ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم دي قال لهم للرسول عليه الصلاة والسلام قال له في ناس بيصلوا معاك في الصلاة ومنافقين ويمشوا معاك الجهاد ويقاتلوا انت ما عارفون في واحدين انت عارفون 14 الرسول سماهم لحذيفه رضي الله عنه قال عارفون. لا اكتب ال 14 اعرفهم لا حذيفه صاحب السر الرسول والراو صلى الله عليه وسلم وحذيفة وراه النبي عليه الصلاة والسلام باقي الصحابة ما عارفين يعني تخيل زول بيزوج بنته ويتزوج من واحدة ثانية وكذا وكذا هو ما عارف نية خير والكلام ده ما شوف الكلام ده في التفاسير موجود قالوا لأن هؤلاء المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وصاروا بهذا يأخذون من الغنائم ويتزاوجون مع المسلمين ويخادعون المسلمين زول عشان كده حذيفة رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان لما يموت زول ويقدموا الجنازة بتاعته عمر بن الخطاب دعاين في الصف كان لقى حذيفة واقف مع ناس زول ده نجيط بيصلي طوال كان لقى حذيفة مرق معناه بيعرف انه الزول ده جنوب شغلته مبلبلة بيقول اوه انا مش بغادر. انا ذاتي زول ده شغلته ما نجيضة والله بيشوف حذيفة ها حذيفه كبر اي زول نجيض معنا ده زول مؤمن دربه مرق الله قال لك في منافقين سبحانه وتعالى قال لو لا تعلمهم نحن نعلمهم تي يا اخ تقول له يا اخي فلان وعلان يا اخ يعلم الغيب ورد الرائحه ويجيب الغنم وده صلاح اللي بيجيب الغنم وانت زوج صالح تجيب في الغنم جيب لنا بنزين الصفوف دي تخيف شويه تجيب في الغنم يا اخي انت تيس تلقط في الغنم غنم نحن دارين بها شنو ذاته يا اخي دي جاب لنا في الغنم يا اخي غنم رايحه اجوا للفقير جر شغله بتاعته ديك زي جنزير الموتر ولك غنمايتك في الكوشه وما اصل الغنمايه بتروح بتمشي الكوشه في غنمايه مشت امواج تاكل هناك ما اصلها راحت بتمشي الكوشه في طحنيه مدتها منتهيه ومربى مدتها منتهيه تمشي الجازفه بغادي وتلحسها يا اخي يا اخي يا اخي قاعد يا اخي الزواج يجي امشي صلي في المسجد والفقيه قاعد يعني الفقيه ده لو صلوا الله جبلها منه صلاته بكم درجه؟ واحده والصلاه في الجامع بكم درجه؟ 27 درجه انا امشي اصلي ب 27 واجي لابو درجه اقول له شوف لي الرائحه ومفروض الفقيه يجي في الجامع كان اصله في جيه لكن كلها لخبطه سائله يجيك للجو كلها هوس في نهايه المطاف ولذلك يا جماعه من الكفر انك تصادم القران اذا صح التعبير وكلمه تصادم دي اوردها عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد القران ده يقول لك الخبر الفلاني طقدي الغيب ما بيعلمه الا الله الانبياء ذاته الا عن طريق الوحي يعني براهم ما بعاينوا كذب عرفوا الغيب بيجيونا الوحي من السماء عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم الى اخر الايات فاياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك عشر مرات تصدق انه في فك يعلم الغيب كذاب بيجاسفه مرات بتقع كلامه بيقع زي ما هو لك قروشك دي بتجي بعد اسبوع الله يمتحنك القروش تجي بعد اسبوع انت خلاص الشريحه بتخش فيك طوالي اوكي يقول لك والله ده جابه طوالي هو ذات تلفاكين مفلس ما عنده حاجه يا اخي يبيع في الحجبات جاب بتاع رزك. هو كان بتعرزك انت بتبيعه ليه؟ حجبات هوس الله قال في القران وان يمسسك الله بضر عليك الله جوا الكلام واضح كيه. فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يا اخي والله انا في ايه في سوره الرعد والله قدر ما اقراها شفتها؟ تريحني جوا في قلبي شفتها زي المويه البارده كبوها لك كذا مسخن حاجه بارده مريحه جدا قال وإذا أراد الله شوف الكلام واضح كيف وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ثاني يقول لي حجاب بيشتغل قال لك فلا مرد له و وما لهم من دونه من وال ولذلك يا جماعة دي نمرة اثنين ما يقول لك في حجاب بينفع ابن مسعود قال ما بجوز ولو من القرآن قال حرام لا القرآن ما نزلوا عشان يلبسوا حجبات يعرق فيه ويلبسه للطفل يريل فيه ويخش بالحمام في ولو خدت بره ذاته جوا الحمام بيحفظك منه طالما حفظك في الحمام محل الشياطين برا محل البشر ما بيحفظك يا كتاب وما في حاجه اسمها حجبات عندك حجاب اقطع طوال يدعو والله ما بعمل لك شيء ما كتلين يا اخي في الحرب تلقون يكتلون واحد لابس له صبيطه حجبات وتلقى الدانه شاله تضانه برا ها الحياه ده ده بيشتغل 200 ده ولا داير شحن كلها هوا يا ناس يا اخي وكلام فاضي نمره ثلاثه اياك تصدق ده من الكفر عشان امشي للبعدة وقت ما اقدم من بعدي ان شاء الله تعالى نمره ثلاثه يا جماعه من الكفر انك تعتقد انه في زول بدي الجنه ما في زول بدي الجنه يا اخي الجنه ده الله وراك بده كيف شفت الجنه ده ابن ادم ده الله وراك خلقه من شنو؟ قال هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا وانا دي للتعظيم لما الله براو يجيب لفظ جمع دي تعظيم يقول لك نحن دي تعظيم انا للتعظيم انا خلقنا الانسان من شنو؟ من نطفة أمشاج، أمشاج يعني اخلاط بين ماء الرجل وماء شنو؟ المرأة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ده الأول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في الرحم ثم خلقنا النطفة علقة دم بيتعلق فوق الدم بيتلصق ويتعلق في الرحم فوق فخلقنا العلقة مضغة من لأ من دم بقى مضغة لحمة بيمضغوها قدر اللي قال فخلقنا المضغة عظاما على قال شو القوة دي نطفة بقى دم دم بقى لحم لحم بقاو عظم دي قوه ولا ما قوه؟ قوه يا اخي التاسي كان قال لوك الشحم ده أقل لك كوم بتقدر؟ ما بتقدر يا اخي الله قال لك شو القوه دي كيف وبعد بقاو عظام العظام دي تفرعت قال فكسونا العظام لحمه انا اللفظه دي مكيفاني جدا قال فكسونا العظام لحمه انت لو بردان لابس لك فنيله داخليها ودوك يوتر تلبس اليد بيجاي ويجاي وطوالي سوس شنو تكفيله قال لك الزول ابن ادم ده جوا بطنه بيبقى عظام هيكل عظمي زي العظام بعد ده قال فكسونا العظام لحمه شوف اللفظه دي كيف يعني العظام الداو بعد شنو لحم ولحم ذاته فيه عروق حاجات اصل الركزة دي لو طفت نور ضفيرتها عشان تلمها شغلتها بتجوط لك جوه الشغله دي الاعصاب دي كلها الله شوف سبحانه وتعالى رتبه كيف ودبره كيف جوا قال ثم انشاناه خلقا اخر ابن ادم ده يجي مارق طفل يفرح به ويجي يصرخ كان ما سرخ جماعه بلاوزه ولك ده كاتم من جوا الله يسترنا منه والله ده يقول لك الزول شغال دي ما عارفه ده يحرقوا له العادم بتاعه ولا بعد وبعد ده شفت بعد الطفل ده يا حبا له يو الطفل ده ذاته الطفل ده ما بيرضع في الاصبع بمش لمحل معينه يرضع فيها ما لاحظت الشغله دي العلم منه ازيد الطفل كان قال له أشرح حلب تقدر لكن العلم منه الله سبحانه وتعالى تيجي تقول لي فكي بدي جنى بدي كيف الله ما وراك هذا انا الجنب بخلقه كذي فكي ده بدي كيف فكي انا داير عارف فكي بدي جنى كيف إن قالوا بيتزوج المرأة إن قالوا بيتزوج المرأة دي ما دار لها فكي دي أكبر رمتالب جايها شغلة دار لها فكي دي أها قالوا لا ما بيتزوجها كلامي ذا يا جماعة في نبز ولا شيء بس جزاكم الله خير ما هو كان قالوا زواج ما دار فكي ولا كيف لأنه في كفار متزوجين وعندهم أولاد وتيمان مرات ذاته تيمان في فكي كان في جنبنا في رفاعه مات عمره 80 سنه والله الجنة ما عنده والمرض جيبه ابو الشيخ دار جنة فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه ولذلك الجنة ده بدي الله براه سبحانه وتعالى قال جل وعلا في سورة الواقعة قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فإياك تعتقد أنه في زول بدي جنة مراتك ديجي وتزوجتها سنة الأولى ما ولدتها الثانية الثالثة عشر سنة ما ما ولدتها أسأل الله زي إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعد كبرت في السن اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء أسأل الله يديك جنا وسوي السبب وكل تمام وشرف تمام وكذا المهم عداك الله يديك الجنة بعد ما اكلت وشربت وسويت السبب ودعيت الله ما جاك جنة زوج مرة ثانية انت مالك تزوجت ما ثانية زوجة الثالثة الرابعة بعد ما في جنا أعرف إنه ده كتب لك منه الله سبحانه بعد ده اصبر كان الله قاسم لك والله تلد والله انا قبل ايام مشيت ود اللبيط هناك وتكلمنا الله يتقبل عن التوحيد في خطبه في نص خطبه لقيت واحد بعد نزلت تحت لقيت واحد ولد عمره خمسين سنه قال لي ابوي ده اتزوج وعمره 83 سنه مره ثانيه واسي قال لي عنده بيت عمره سبعة سنوات ابوي ده ذاته قلت له يا كيف ان شاء الله تمام قال لي انا تمام واثق علينا انا عمري 95 سنه ولده قال لي يا بابا ما نشوف لك واحدة ثالثه والله قال لا ولدي باقي مروتي دي داره اكملها في الجامع بس ثاني ما دار الله بديك عمرك 83 سنه بعد الشغله دي ما قوه لا ولا رجال جزاك الله خير لانه في زول مشلول بتلقى عنده دسته وزول تلقاه جراي يفوت الحرامي ويجي وراجع ويفوته وبعد دواء لا جنى ما عنده صح ولا ما صح؟ واحد تلقى سايق لوري وتلقى جنى ما عنده يعمل يعني اللوري كذا واحد تاني تلقاه شغال في الملجا تلقاه عنده عشرة ذاته يجيب العشاء ان مسكت الصحن يعضوك شدة مكتر في النهاية يلفوا في البيت زي السواسيو الله بيرزقك يا اخي تسأل الله ولا بالقروش الجنة ده بالقروش يا اخي شوف ناس مفلسين والله يلدوا في 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 ناس بلدوا في الكوش ما شفتهم؟ كلبه بيجاي والده وفي معلمين بيجاي والدين برضو وشغاله كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هذاك يا جماعه جنا ده بدي الله اوعك تودي مرتك ليفك تقول له هاك المره دي وانا داير لي جنا. دا ده مقلب ما بتفهمه في الحياه ده بتفهمه قدام من بعد ما فات الاوان جيت تعتذر ترجع ايامنا الزمان ثاني ما في زمان. ولذلك موضوع طويل جدا ولذلك المسألة الأخيرة يا جماعة ونجعل له أندادا أندادا كالدعاء تسأل الله وتسأل غير الله وكلامنا هذا والله نقطة نبذ ما فيه أنا بوريك بالراحة كده الدعاء ده أي زول يناقشك يقول لك بجوز تنادي الشيخ أسأل سؤالين بس ما تدي سؤال ثالث سؤالين بس قل له الدعاء ده عباده ولا عاده؟ لو قال لك الدعاء ده زي الاكل والشراب عاده ساي قل لي لا الدعاء ده عباده لان الله قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شنو؟ داخرين. دا ده دا السؤال الاول قل له الدعاء ده عباده ولا عاده؟ قال لك عادة قل له لا عبادة قال لك عبادة قل له خلاص طالما عبادة سؤال الثاني العبادة بالدول يا الله براو ولا لي الله ولعباد الله الجواب العبادة لله وحده الدليل قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مش الكلام ده بالراحة واضح جدا زوال عتر قال يا رب نجيني من الكرب عبد الله قال يا الصنم الفلاني نجيني من الكرب عبد منه عبد الصنم ما ممكن يقول يا الصنم ويكون عبد الله وقال يا الصنم كيف تقول عبد الله طيب قال يا الشيخ الفلاني الحقني عبد منه يا عبد الشيخ وعبد الشيخ دي بلاوزه منه سوي له النزلة وقحة وجحلق حلق ولك هو يا عبد الشيخ بيرجف طوالي نحن ما في رجفة مزامير جت مربطة ما بأي رجوة انت ترجف ليه عبد الشيخ الزول عبد الشيخ وعبد الشيخ دي في القرآن فيه انت قول لي فيها تواية عبد الشيخ دي في القرآن فيه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا احبارهم الاحبار جمع حبر والحبر يعني العالم ورهبانهم الرهبان جمع راهب والراهب هو العابد قال لك في ناس اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الزول الصالح ده الزول الصالح لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فالناس يا جماعه توحد الله تبقى عقيدتها في الله تمام عشان ما تندم لانه باقي الايه قال واسروا الندامه لما راوا العذاب والله الندامه لما تبدا في الدنيا بتتلحق هسي في ناس دكاكين دي اتحرقت صح ولا ما صح؟ نحن من المنبر ده نسأل الله يعوضهم جميعا ونسأل الله يعني يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين ونسأل الله يبارك لهم في القليل فيما وجدوا من القليل ونقول له نصبروا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وسوال الدكان اتحرق مش ممكن تاني يشتغل ويبدا لحد ما يسوي دكان صح ولا ما صح؟ لكن كان جات القيامه وقال لك فرصتك بتاعت العمر دي راحت انت من اهل النار بتقدر ترجع؟ تقدر تاني ترجع دي كتمت بشطة عديل دي حارة مرة واحدة والله صعب عديل لأنه دي إذا صح التعبير يعني إنت رجع ما هس زول امتحان الشهادة ما جل الأول ولا ما جاب نسبة دائرة دائرة يقرا طب جاب سبعين مو دائرة ثلاثة وتسعين تاني بعيد وتاني بعيد لكن إنت دائرة الجنة يوم القيامة لقيت النار في طريقة عادة آه ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون والله الله يالله إن قال لك اخساوا فيها ده خسران وندامه وبك والم وعذاب ونكال هذا شغل ما, ما بيتحمل نسال الله ينجينا اجمعين فجماعه الناس توحد الله حافظ على صلواتها الخمسه في المسجد تجدع الحجبات تجدع التراب ما تسفه ما تحلف الشيخ ما تعلق حاجة تعتقد فيها النفع والضر ركشتك ما تعلق فيها جزمة صغيرة حافلتك ما تعلق فيها شعرة تقول من العين بيتك ما تربط في قرون تقول من العين كل هوس ذا نازي تتعلق بالله العظيم الرحمن الرحيم الملك سبحانه وتعالى تجتهد في الطاعة الله برحمة نكتفي بهذا القدر في بعض الإخوة إن شاء الله بيتقدموا بت... آية تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه انا استاذ بنزل بالنسبه لكلام الشيخ الجنه عندي زوجتي استاذه معاي ف لينا سنتين ما ولدنا فهي لقيت يوم خدت لها كيس مليان تراب يا زوجة تراب شنو قاعد يمشي طريفة تسيف كل صباح شوفها تسيف الشيخ ترافي والله جابت لي امي قالت لي تسفي من التراب ده الشهر الاول الشهر الثاني طولت تكوني حامل. عدت الشهر الاول الدوره جات الشهر الثاني حمل ما في. جات حبوبه من الشماليه قالت لها يا بنتي ياسين صورة ياسين مع الصبح تصلي الصبح 40 مرة والله يا جماعة حاليا مر في الشهر الثامن والله في الشهر الثامن مشينا الفحص الدكتور قال لا والله انت حامل ما صدقت التراب شالتها لامها قالت يا امي ودي لي طريق فيه ترابي ده ودي لي طريق فيه والله يا جماعه والله هو على ما اقول شهيد حاليا المراه فضل الله شهر تليد وعندي ولد ان شاء الله وكلام الشيخ ده طبعا الحاجه اللي خلتني انا جاي من حصه الشيوخ ما شيوخ والله المراه تسيف قالت لي انا لي سنه لما مشيت فحصت مع الحمل اللي عندها حصوه جزاكم الله خير <applause> الله يجزيه خير فيا جماعه اخونا نذا نسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى يعني المرأة تتحلى بالسلام ونسال الله ولده يجعله من الصالحين وده يا جماعه كلام من الواقع الان لانه بعض الناس بيقول لنا كلام ده ما في صح ولا ما صح فاخونا الاستاذ ده نسال الله يجزيه خير وعلى ما قدم فكلامه ده والله كلام طيب جدا وكلام قال لك عن تجربة إنه تراب في الناس له حصوة حصوة عديل كذي أما جماعة سورة ياسين وتكرارها أربعين مرة أو خمسين هو قدر الله بس دي الشغلة دي جات كذي لكن أصلا سورة ياسين قالوا الأحاديث الواردة فيها ما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الأحاديث الواردة في سورة البقرة وفي المعوزتين وفي الفاتحة دي أحاديث ثابتة وفي سورة تبارك الملك أما سورة ياسين تكرارها أربعين فقدر الله فزخون ده شنو زوجته قرأت أربعين وبعد ذاك الله كتب له شنو الحمل لكن هو هي يعني ليست السبب وإنما هذا من الله وحده لا شريك له وعندنا مثال عظيم يا جماعة في القرآن قال الله جل وعلا كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة شنو عاقرا فزكريا عليه السلام قال مراتي كانت عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب واجعله ربي رضيا الله اداه جنا ولا ما قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الآيات فالزولة يا جماعة يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله ويدعو الله فالله بهبو الذرية